مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم للمرة الثانية لحسن حظنا وإحنا موجودين في ألمانيا بيشرفنا وينورنا ويباركنا يكون معانا قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية أهلا بيك سيد أهلا بيكم أهلا بيك يا سيد أنتم منورين سيدنا ابتدي الاول بالزياره النهارده اخر يوم لنا في المانيا في اثناء زياره قداستك وشفنا اهتمام كبير كالعاده في اي مكان تخطوا ليه قداستك وشفنا كمان عمدة اون البلد اللي احنا موجودين فيها دلوقتي يعني احتفى بقداستك ويقدم لقداستك كمان يعني صوره بتعبر عن يعني اهم الاشياء هنا في مدينه أونا كمان قداستك وقعت في الكتاب الذهبي للمدينه كأحد أهم الرموز أو الشخصيات التي تزور هذه المدينة تعليق قدس أنا ابتديت الزيارة من السبت قبل الماضي وكانت كلها في كنائس جنوب ألمانيا ودي آخر كنيسة في الزيارة اللي هي كنيسة العذراء وابو أو فلوباتير مرقوريوس في مدينة أونا والحقيقة كانت البداية بجلسة محبة مع العمده والمسؤولين وفي الحزب وكانت كلمات طيبه خالص تعبر عن محبه فياضه وزي ما عرفت ان مدينه اونا هي بتبقى المدينه اللي بتستقبل دايما القادمين الى المانيا فمدينه ذات قلب متسع تستقبل المهاجرين بصفه عامه يعني من اي مكان في العالم الكنيسة النهاردة الحد 19 مايو 2019 قمنا بتتشنها بنعمة المسيح وهي كنيسة جميلة وطبعا كانت كنيسة كاثوليكية وتحولت إلى الطقس القبطي وشفت النهاردة فرحة الناس كلها سواء الألمان أو الأقباط بوجود هذه الكنيسة والفرحة ده هي فرحة بالصلاة التي ترفع دائما من أجل المحبة والسلام سيدنا قدستك امبارح شهدت مسرحيه للشباب هنا وقدستك اشدت بوجود يعني هذا الارتباط بالكنيسه وفن راقي وتواصل جميل ويمكن شفنا ده النهارده قد ايه الشباب هم روح الكنيسه الحقيقه فقداستك لو حابب تعلم آه كانت مفاجاه بالنسبه لي ان انا آه يعني احضر هذا العرض المسرحي الجميل استمر لمده ساعتين واكثر. والحقيقه عرض متقن جدا ومبدع وفي قصص من التاريخ المصري المسيحي وقصص شهداء واللي قاموا بالاداء والتمثيل والحوار والسيناريو والموسيقى والاضاءه والاخراج بفكر الحقيقه حلو قوي لدرجه ان مده ساعتين ما تشعرش باي ملل الحاجة اللي أثرتني جدا إن جزء من المسرحية كان باللغة القبطية وكان في حوارات باللغة القبطية يؤديها شباب يعني سابوا مصر وعايشين هنا وكنت حاسس وأنا موجود وياهم إن أنا كأني في كنيسة على أرض مصر موجودة الشباب قدموها بصورة رائعة والحقيقة أنا بشكرهم كلهم وبشكر الآباء المحبين هنا طبعا يافت انبا ميشائيل وابونا تودروس في الكنيسه اللي شجعوا الشباب انه يمارسوا حاجه زي كده واعتقد ان دي هوايه محبوبه للشباب كله سيدنا قداستك دايما في اي بلد بتتقابل مع منظمات المجتمع المدني والسياسيين والمسؤولين في اي بلد اهم الاسئله اللي ممكن تكون بتتقال لقداستك وبيسالوا عليها عن الكنيسه وعن مصر <applause> بيسالوا طبعا مصر دايما الاعلام لما بينقل مش بينقل صوره دقيقه بصفه عامه يعني لكن نشكر الله في مصر الامور بتتحسن كتير خالص في كل المجالات وانا شايف ان كل القياده السياسيه والمسؤولين في مصر يعملوا بجد من اجل ان تكون مصر في مكانه رفيعه وده أنا ألمسه في موضوعات كثيرة وفي مشاركات كثيرة. وطبعاً البعيد عن مصر ما هوش واعي بكل ما يحدث. لكن دائماً تنقل أخبار الأخبار اللي فيها نوع من السوء يعني أو نوع من الاعتداء أو نوع من التعب أو نوع من المشاكل كده. لكن بصفه عامه نشكر الله في مصر الوضع جيد وده ليس بشهادتنا احنا كمصريين ولكن ايضا بشهاده العالم لما اقارن النهارده 2019 ب 2011 فرق كبير خالص. سيدنا كان بعض الأقباط هنا في أوروبا يمكن أعتقد يمكن وجهوا سؤال لقداستك أكتر من مرة بيسألوا هل ممكن يبقى في توحيد في مسألة الأعياد الكنسية خاصة 25 ديسمبر عيد الميلاد لأن هم هنا في أوروبا وفي الغرب كله مش مش بيستمتعوا ب7 يناير لأنه بيبقى يوم يعني يوم دراسة أو يوم شغل. مسألة الأعياد هي مسألة مرتبطة بالتقويم. التقويم اللي بيستخدم هنا في مصر غير التقويم اللي بيستخدم في الغرب. تقويم مصري أو قبطي وتقويم غربي. فهي مسألة غير مرتبطة لا بالعقيدة ولا باللاهوت هي مسألة مرتبطة بتحديد التاريخ. طبعاً لما كنا في مصر بنحتفل بالكريسماس 7 يناير وعايشين على كده وحتى الدولة جعلته يوم إجازة. لما هاجر ولدنا ودي ما كانش في الحسبان لما هاجر ابنائنا في اماكن كثيره في العالم بقوا موجودين كاقليه في وسط مجتمعات كبيره بتحتفل يوم 25 فده عامل نوع من القلق وبالذات مع الاجيال اللي طالعه السكند جينيريشن والسير جينيريشن باعتبار انهم عايزين يحتفلوا يا اخواتهم فاحنا الامر ده عايزين ندرسه في المجمع ونشوف ايه اللي ممكن نساعد بيه ولادنا على الحياه التاقلم مع المجتمع في البلاد اللي هم عايشين فيه. لكن بكرر انها مساله غير مرتبطه لا بالعقيده ولا باللاهوت نهائيا هي مساله مرتبطه اولا واخيرا باستخدام التقويم اللي بنستخدمه. يمكن ادي تعبير او مثال لطيف عارف حضرتك درجات الحراره بنقيسها بترمومتر أيوة. في نظام بنقيس بيه نظام فهرنهايت ونظام العادي السنتجريد لما بنقيس الحراره ممكن ال 37 اللي هي الحراره العاديه بتاعة الجسم تقابل في المقياس الاخر مثلا حاجه و90 اه الاثنين صح الاثنين صح ف بحسب الاستخدام اللي بنستخدمه زي بالظبط الكيلومتر والمايل مثلا بين القاهرة واسكندرية 200 كيلو لو حسبناها بالمايل هتبقى 170 أو 160 ده صح وده صح فإذا يعني ربما نشوف في المستقبل فكر بنحاول وبنفكر بنفكر إيه اللي يريح ولادنا بصفة عامة تمام هذه اللحظة لم نأخذ قرارا في شيء سيدنا هسأل بعض الأسئلة اللي هي الدرجة اللي بتتقال يعني البابا بيتكلم في السياسة عايزين نفرق سيدنا ما بين السياسه والوطنيه، اللي قداستك طالما علمتهالنا واتكلمت فيها لكن يبدو ان لسه مش واصله يعني. السياسه انا مش رجل سياسه خالص، والكنيسه القبطيه عبر تاريخها من ايام ماري مرقص لغايه النهارده لغايه ما يجي المسيح هتبقى بعيده عن السياسه تماما، لكن هي كنيسه وطنيه، والوطن يشغلنا وسلامته تهمنا. فكل واحد بقى بيتكلم في السياسه او يعني يعتبر ده كلام سياسه ده كلام السياسة خالص السياسه من خلال الاحزاب من خلال المسؤولين الحكوميين من خلال الحكومه من خلال البرلمان من خلال القياده دي سياسه انا مش في دور كله صحيح. آه. سيدنا عايزين برضو نوضح فكره ان قداستك قبل الجميع اللي عايشين في مصر واللي بره مصر الاقباط اللي جوه مصر والاقباط اللي, اللي بره مصر فالبابا زي ما بيزور اللي جوه مصر لازم يزور اللي بره مصر ليه مش واصله وليه قداسه البابا بيسافر قداسه البابا بيروح معنا هم يعني يجوا معانا يشوفوا يعني اليوم من اوله لاخر يعني مظلوم البابا ده مش كده جدا جدا مظلوم خالص مش كده برضه آه. الشهرين اللي آه. فاتوا اللي آه. هو فبراير ومارس انا زرت ثلاث ابرشيات جوا مصر زرت الاسماعيليه وزرت بورسعيد وزرت دميات ده كان جوا مصر مثلا يعني وزياره دي كانت مثلا الاسماعيليه كانت يوم بليله بورسعيد كانت يوم بليله دميات كانت في نفس اليوم زي بالظبط انا يعني بزور المكان ثلاث ايام يعني مثلا رحنا دوسلدورف قعدنا ثلاث ايام بما فيها السفر الحضور والسفر والمجاي يعني هي اغراض بتتقال ما هيش نقيه واللي بيتكلم بصوره كده له اغراض اخرى خالص خالص لكن انا عارف واجباتي وعارف مسؤولياتي وعارف دوري وعارف تنظيم وقتي وعارف ان كل الموجودين في كل مكان كل الاقباط كلهم اولادي وأبنائي في أي مكان وعلى قدر اليوم وعلى قدر الوقت وعلى قدر الصحة بقوم بالواجب ده يديك طول صح سيدنا. سيدنا البعض في مصر بيسألوا سؤال جاي يعني من المنيا بيقول يعني قداسة البابا يعني لسه الكنيسة ما ماذا سيحدث في برشية المنيا وهل أنبا مكاريوس هيبقى موجود في المنيا ولا مش موجود في المنيا وده سؤال الحقيقة بيتداول كتير خاصة في السوشيال طبعا هيبقى موجود في المنيا شيء طبيعي لكن لأنها حجم إبرشية كبيرة إحنا بنبحث دلوقتي عملية تقسيمها إزاي تكون وطبعا التقسيم من أجل الرعاية مش اكل اي حاجه ثانيه فنيفت انبا مكاريوس حط على تواصل وكلام مع كده يعني مثلا من حوالي شهر طلبت منه انه يبعث امناء الخدمه فبعث امناء الخدمه من الإبرشية بعت حوالي 100 100 شخص يعني اخوات قعدت وياهم وقت طويل وخدنا ودينا وتناقشنا وكل واحد قال رايه بحريه شديده بنبحث من اجل صالح الرعايه ليس لنا هدف غير صالح الرعايه و لا ننظر للأشخاص لكن طبعا نيافة أنبا مكاريوس لأنه في المنيا من حوالي 15 سنة وكان مساعدا لنيافة المتنيح أنبا أرسانيوس فبالتالي هو أضرب المنيا شيء طبيعي لكن حجم العمل كبير بنشوف إزاي طريقة تقسيمه المناسبة فقط سيدنا برضو برشية ميلبورن هل يعني هل سيكون أحد الأباء الأساقفة مسؤول في الفترة اللي جاية ولا لسه الأمر يبحث؟ هو أنا المسؤول حاليا عن ميلبورن وأنا على تواصل مستمرار وياهم لكن هناخد الفترة ديت في إرسال أسقفة يعني حاليا عندهم أنبا رفائيل هيقعدوا وياهم أسبوعين ثلاثة ويرجعوا ويروحوا واحد تاني من الآباء الأسقفة يعني في تواجد من الآباء باستمرار لكن ما فيش واحد بعينه لكن مش ممكن يبقى في يعني حد في الفترة اللي جاية خاصة ان يعني قداستك ربما ترسم الاباء اباء سقفة زي ما تعودنا كل سنة اه هيبقى في رسامات اسقفة لكن ملبورن مش في التخطيط خالص لا لا لكن هي دلوقتي انا المسؤول عن ميلبورن ومن خلالي ببعت باباء اسقفة بيروحوا يقعدوا هناك قداستك برضو السنة دي اول سنة يبقى يبقى مؤتمر كهنة اوروبا موجود في مصر هل ده ليه سبب؟ لا ملوش سبب ولا حاجه، احنا بنعمل آه كل سنتين مؤتمر يضم بنسميه مؤتمر خدمه اوروبا. لانه بيشمل اسقفه وكهنه ورهبان وخدام وخادمات ومناء خدمه واراخنا من كل آه أبرشيتنا وكنائسنا. بنعمله في السنه الفرديه 13 15 17 والسنه دي 19 بنعمله في دوله من دول اوروبا فلقيت من المناسب ان السنه دي كان على المفروض يتعمل في المانيا مع نيافه انبا دميان لكن استأذناه ان احنا نعمل المره دي في مصر لان انا يهمني جدا التواصل مع مصر ما مش عايز يعني صح اوروبا لكن ما ينسوش نفس الكلام عملناه في امريكا آه عملنا بامريكا بقى بنعمله كل ثلاث سنين م. يعني كان 15 والسنه اللي فاتت 18 ولو اراد ربنا وعشنا ب 21 15 كان في القاهره او في مصر 18 في امريكا اللي جاي يبقى في القاهره او في مصر يعني بصفه عامه فالتواصل ده مهم جدا طبعا بسهوله ان احنا نعمل اجتماع في اي مكان لكن انا عندي هدف كامل الارتباط بمصر بمصر يمكن قداستك حريص على ده بتوصله للاجيال اللي هنا سواء الجيل الاول او الأول تاني. سيدنا برضو يعني بعض الاوقات بيبقى في مطالبات ليه قداسه البابا ما يتكلمش الافراج على بعض الشخصيات المسيحيه اللي ممكن اسامي تكون متداوله ما بين الناس ليه قداسه البابا فهل قداستك يعني قداسه البابا ده مش عارف يعمل ايه ولا ايه بس مش كده بص في امور كتيره نصنعها ولا نتكلم عنها ليس كل ما نصنعه يكون مسار للحديث خالص والاتهامات اللي بالصورة ده هي بتبقى اتهامات ظالمة وما هيش حقيقية لأن أنت اللي بتقول الاتهام تعرف إيه عن جدول البابا صحيح. واحنا بنعلم بعض الحاجات لكن برضو ما, نقولهاش سيدنا عارفين ان قداستك يعني ازاي بتخدم ولادك بس مش ليس كل ما يكتب ينشر يعني طبعا طبعا طبعا, طبعاً. سيدنا اخيرا قدستك تحب تقول ايه لاولادك خاصه واحنا هنا في اوروبا خارج مصر وازاي يبقوا مربوطين بالكنيسه زي ما بنشوف كل مكان بلوقع. طبعا انا سعيد بال... بان انا اشوف كنيسه ابطية سواء في اونا او في البلاد اللي زرتها وسعيد ان انا اشوف مقدار محبه الاباط هنا وخدمه الاباء بصفه عامه وتعبهم وطبعا اي كنيسه هنا الناس جايه من كل حته في مصر مش من حته معينه، صح الغالبيه من مينيا لكن <applause> كل ما اسال واحد يقول لي انا من مينيا اه مش عارف المنيا فيها ايه دلوقتي <applause> يعني فيها ناس ولا ايه كتير يعني طبعا انا عارف ان في كثافه عاليه في المنيا. احب انهم يندمجوا اولا معا يربطهم رباط محبه في الخدمه. وطبعا كل واحد جاي بخلفية مختلفة الحاجة الثانية انهم يحافظوا على كيان الاسرة كيان الاسرة الزوج الزوجة الابناء البنات ازاي يحافظوا على الكيان ده نمرة ثلاثة انهم يندمجوا في المجتمع الجديد او يتعلموا اللغة تعليم اللغة شيء مهم وفي نفس الوقت يحافظوا على التقاليد والاصول اللي رجعوا بيها يعني يعيشوا اقباط مية في المية الله. كويس مم. ويعيشوا بالتقاليد وانا يعني قلت في بلد من البلاد في اثناء دوره القيامه زفه القيامه ام ماسكه ايد بنتها وبتقربها للايقونه عشان تاخد البركه بتاعتها دي مش مكتوبه في كتب الحاجات دي ما في كتب لكن دي تتسلم صحيح. واخد بالك هي حاجه بسيطه خالص زي ما اخش لغايه الهيكل وأرجع واخد بركه الستر ده دي اللي بيكون الـ التقليد القبطي اللي بنعيشه يحافظوا ويكونوا أمناء في حياتهم وينجحوا ده فخر المصر وفخر الكنيسة سيدنا بشكر قداستك جدا أنك بتخصنا باللقاءتين لقناة سي تي في ألف شكرا سيدنا ده في وقت قد إيه؟ في يومين؟ في <applause> أربعة أيام؟ طيب أربعة أيام يعني خلاص نقعد عليها أجازة بقى أنا متشكر خالص ومتشكر تعبكم وسفركم وانا عارف بتبذلوا مجهود لازم تبقوا قبلنا موجودين وتعملوا لقاءات ويا اخرين وتنقلوا صوره حيه لولادنا فده شيء مهم انا بشكركم وبقدر تعبكم كتير خالص شكرا, شكرا جزيلا بشكر قداسة البابا على يعني اهتمامه وعلى لقاء الثاني على قناة سي تي في وزي ما حاولت أسأل بعض الأسئلة اللي بيسألها الناس سواء في السوشيال ميديا أو في أي مكان ودايما سيدنا وجوده في أي مكان الحقيقة هو مكان يعني بيبقى وجود مفرح سواء للشعب القبطي أو حتى لي يعني الأجانب الموجودين أو لأصحاب البلد يعني اللي موجودين بشكر سيدنا جدا على وجوده معنا وبشكركم على متابعتنا كنت من فريق عمل سي تي في من المانيا اشكركم والى اللقاء